إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، مرحبا بأحبابي وأطفال الصغار في برنامجكم حكايات نعم. هذه الحلقة سوف أحدثكم عن معركة وعن حكاية جميلة جدا لبطلين من أبطال الإسلام، وهما طفلان صغيران من الأطفال الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكانا بطلين عظيمين كبيرين، قتلا أعظم، نقول قتل يعني فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة هما اللي قتلوه. تخيل معايا، واحد كانوا الكفار ديال قريش كيعظموه، كان هو أكبر، هو أشرهم، الشيطان كيستفز منه ياك، وفي الآخر قتلوه جوج ديال الأطفال الصغار. هادو اللي غنتكلم لكم عليهم، واحد سميته معاذ، واحد سميته معوذ. معنا شي واحد سميته معاذ هنايا؟ نعم معاذ. معنا معاذ هذا ومعوذ، معاذ بن عمرو ومعوذ بن عفراء. هاد الجوج كان ديك الساعه كانت واحد المعركه سميتها معركه بدر الكبرى. بدر الكبرى، احسنتم. هاد معركه بدر الكبرى كانوا ديك الساعه المسلمين قلال، تقريبا 314 او 315، وكانوا المشركين كتار، تقريبا 1000 واحد، ومدججين بالاسلحه، عندهم اسلحه كثيره. المهم اصطف الجمعان، النبي صلى الله عليه وسلم قد الصحابة رضي الله عنهم، كل واحد جعله على كثيبة، تيشد واحد الصحابي كيقول لي انت المجموعة ديالك هذه، وانت المجموعة ديالك هذه، وانت المجموعة ديالك هذه. هو يقدم النبي صلى الله عليه وسلم قد واحد الخطة عظيمة جدا لقتال المشركين. وكانوا ذيك الساعة المسلمين ما كانوش معولين انهم غادي يتقاتلوا، ولكن الله عز وجل قال في القرآن الكريم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الله عز وجل أراد هذا القتال أنه يكون، وخاهم مقلل وهدوك كتار. المهم كان واحد الصحابي سميته عبد الرحمن بن عوف، من كبار الصحابة ومن عظماء الصحابة. هذاكم عبد الرحمن بن عوف ركب على العود ديالو، ركب على الفرس ديالو، وقال مع راسه الكتيبة ديالي هي اللي غادي تهزم الكفار، الكتيبة ديالي غادي تكون قويين. فالتفت عن يمينه ويلقى طفل صغير، والتفت عن شمالي ويلقى واحد الغلام. هو كان يتمنى يكونوا معاه في الكتيبة رجال قويين، واحد شوية ويلقى غير هادوك، وقال كان تمنيت وكون كانوا معايا رجال قويين باش تكون المجموعة ديالي هي اللي قوية. واحد شوية ويقول لي واحد فيهم قبل ما تبدا المعركة، قال لي واحد فيهم سميته معاذ، معاذ بن عمر، قال لي يا عم يا عم. فالتفت إليه فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ أبو جهل هذا كيسول على الكبير فيهم، هذا غلام وكيسول على ذاك الكبير، أتعرف أبا جهل؟ هو يقول لي سيدنا عبد الرحمن بن عوف ما لك وأبا جهل؟ أنت أشنو بغيتي أبو جهل؟ هو يقول لي معاذ لقد سمعت بأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيته فدلني عليه، فوالله لا أفارقه ولا يفرقني حتى يقتل الواحد منا الآخر. قال لي لا مشيتي تشتيه وري ليا، انا غادي نمشي نقتلو لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما غنتفرق معاه حتى يموت واحد فينا. ويقول عبد الرحمن بن عوف هذا شي حاجه. قال فسمعت الاخر ينادي يا عم يا عم، فالتفت اليه فقلت له ماذا تريد؟ فقال ادنو مني يا عم، قرب لي غنتكلم معك. ويقول لي اتعرف ابا جهل؟ قال لي مالك وابا جهل؟ قال لقد سمعت بأنه يسب رسول الله، إذا رأيته فدلني عليه، فوالله لا أفارقه ولا يفارقني حتى يقتل منا الواحد من الآخر. قال عبد الرحمن بن عوف وأنا نحس بواحد القوة، حيت كاينين معايا أقوياء وأبطال غادي يقتلوا واحد الراجل اللي هو كبار صنديد من صناديد المشركين، بل هو زعيمهم وهو رئيسهم وهو سيد المشركين. قال وأنا نحس بواحد القوة مع هاد الجوج. قال فلما بدات المعركه شفتوا وانا نقول لهم اترى واش تشوفوا ذاك الرجل؟
هما قال لهم ها دونكما هذا صاحبكما هذا هو اللي كتقلبوا عليه. قال فانطلق كالسهم. وما ينطلق معاذ ومعوذ عند ذاك ابو جهل اللي كيسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضربناه وحنا نضربوه ضربناه ويغوت واحد الغوته واحد الصراخ كبير غوت هو يسمع ولدو عكرمه كان مع المشركين دي الساعه عكرمه. قال عكرمه قال معاذ فجاء عكرمه فضربني على عاتقي ضربني في واحد اليد ويتقطع يتمشي لي يدي تقطعات وبقات شاده واحد الجلده فقاتلت طوال اليوم بواحد اليد كنقاتل بواحد اليد حتى اعيتني وتعبتني هذه وعيتني هذه اليد. قال فوضعتها على الارض ثم وضعت عليها رجلي ثم جذبت وانا نجبد وانا نخليها وقاتلت بواحد اليد حتى قتلنا هذاك ابو جهل. فمات ابو جهل قتله معاذ ومعوذ وبقى فيه واحد شويه باقي ما مات وجا واحد الصحابي حتى هو من صغار واحد الصحابي ضعيف وكان نحيفا وضعيفا وقصيرا فقتله وهم يقتلوه. فجاء معاذ ومعوذ الى النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد فيهم تيقول يا رسول الله قتلت ابو جهل يا رسول الله قتلت ابا جهل وهو يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم امسحتما سيفيكما واش مسحتوا السيف ديالكم؟ هما يقولوا لي لا. هو يقول لهم وروني نشوف سيفكم وهو يوري هذا السيف ولا اخر السيف ويلقى فيهم الدم ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله بجوجكم قتلتوه. تخيلوا معايا كيفاش معاذ ومعوذ كيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش معاذ ومعوذ ما كيرضاوش ان شي واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش معاذ ومعوذ بغاو يقتلوا داك اللي كيسب النبي صلى الله عليه وسلم وجا باش يحاربوا وجاب ليه الجيش كامل باش يحاربوا وهما ما قالوش حنا صغار ما قادينش حنا مستعدين اننا نتقتلوا في سبيل ان اي واحد تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم او اذى النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وما يبقاش في هذه الدنيا. محبه النبي صلى الله عليه وسلم دوا احسن حاجه كانت تعلموها من هذه القصه. ما الذي استفدتموه انتم من هذه القصه جويريه؟ استفدتم من هذه القصه بان معاذ ومعاذ يحبان الرسول صلى الله عليه وسلم. معاذ ما الذي استفدت من هذه القصة يا معاذ؟ استفدت من هذه القصة أن معاذ ومعوذ قتل أبا جهل. أحسنت قتل أبا جهل. وما الذي استفدت من هذه القصة يا ياسر؟ حب جبران للرسول صلى الله عليه وسلم. حبهما للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي استفدته أروى من هذه القصة؟ استفدت من هذه القصة أن معاذ ومعوذ قتل أبا جهل لحبهما للرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضيا أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك انطلق كالسهم رضي الله عن معاذ ومعوذ. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الحكاية وهذه القصة في معركة بدر الكبرى التي كانت تسمى بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم الفرقان بين الحق والباطل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا ونلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة مقبلة مع برنامجكم حكايات عمي خالد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.